عمرو بيه انت هتاخد الميكروفون بتاعي. الاول بحب ارحب بمعالي الوزير، وردا على سؤالك احنا انت يعني اكنك قاعد معانا، احنا مش بنفكر في العالمين بس، احنا مصر فيها مناطق كتيره جدا جميله، مصر فيها العالمين، فيها شرم الشيخ، فيها الغردقه، فيها الاقصر، فيها اسوان، واحنا الحقيقه في الدراما بنفكر ان احنا نوظف ده بشكل كبير في الفتره اللي جايه. ويمكن كنت بتكلم مع معالي وزير السياحه على الموضوع ده من حوالي كام يوم، وان شاء الله هتشوف ده قريب يعني. شكرا. مساء الخير، برحب بحضرتك ندى سرور. مساء الخير، برحب بحضرتك ندى سرور، مراسل اكسترا نيوز. في البدايه مراسل مراسل اكسترا نيوز. اكسترا نيوز، اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نتكلم على المكتبات المتنقله، اهميتها وهتكون موجوده في محافظات ايه، واهميتها طبعا في تنميه مهارات الاطفال، انها يعني مش تبقى موجوده بس في مدينه العالمين، لا في جميع المحافظات، انها يقدر اي مواطن يوصل ليها واي طفل يقدر يقرا ويكتب ويستمتع باجواء المكتبه المتنقله. بس برضه سؤال الحقيقه جميل جدا وموجه، كنت احب ان انا اتكلم فيه، فانت وفرت عليا المجهود الكبير ده. الحقيقه عندنا في مصر اقاليم مختلفه جدا، من الشمال للجنوب، شرق غرب، طبعا تحتوي على 26 محافظه. الاختلاف البيني ما بين هذه المحافظات كتير جدا، وطبعا اتساع المسافه برضه كتير جدا. الحقيقه مش كل المحافظات فيها نفس الخدمات بشكل مستوي، ولكن احنا فكرنا ان هو ليه المعرفة ديت أو الثقافة دي ما تروحش لغاية الناس لغاية عندها، خصوصا النشأ. طبعا فترة الصيف لا فيك سرا، طبعا تبقى فترة طويلة جدا، احنا محتاجين نعمل حراك ثقافي في الأماكن ديت. فالأفضل إن الأوتوبيسات ديت أو المركبات المتحركة ديت تحتوي على ذخائر من المعرفة وعدة أنشطة فنية ثقافية موجودة فيها، وبالتالي تقدر تتحرك في الأماكن البعيدة ديت مترامية البعد عن المركزية بتاعت القاهرة نفسها، وتبتدي تروح للأماكن ديت في مكانها، وتبتدي تقدم الخطة أو الخدمة الثقافية ديت عند الناس ديت في المراكز المختلفة، في القرى النائية، في المحافظات البعيدة. والحقيقة إن الرد الفعل رائع الحقيقة جدا، يعني إحنا عندنا كمية كبيرة جدا من النشأ، أنت مش متخيلة فرحة الولاد حتى لما الأوتوبيس بيتحرك في المناطق البعيدة. يمكن أنت مش حاسة بيها قوي في المدينة، ولكن طبعا في المناطق اللي فيها الخدمات دي أقل شوية بيبقى ليها فرحة كبيرة جدا، فيها إقبال غير عادي كمان على المطالعة وعلى الأنشطة الفنية اللي بتقدمها. النهاردة كان مثال، الولاد عندهم إحساس غير عادي بالحماس كبير جدا ان هم بيمارسوا عمل فني او ثقافي. الحقيقه دوت بيخلينا عندنا تحمس اكتر ان احنا نبعت اوتوبيسات اكتر، القوافل ديت بتبقى بشكل مكثف جدا، والحقيقه اعتقد انها ممكن تدي تاثير ايجابي جدا على النشء في الفتره اللي جايه ديت. ميرسي، شكرا. مساء الخير، برحب بحضراتكم، كريم بيبرس، القناه الاولى. الدوله بتشتغل الفتره اللي فاتت على ان مدينه العالمين الجديده تكون مدينه مستدامه مستمره، مش فقط موسميه او صيفيه. ايه خطه وزاره الثقافه في الانشطه الثقافيه المختلفه عشان تكون في انشطه مستدامه على مدار العام، مش بس يعني حاجات موسميه صيفيه؟ على سبيل المثال مثلا بدل ما يكون في مكتبه متنقله، هل هيكون في مكتبه ثابته، او بشكل عام انشطه تكون مستدامه بشكل عام طوال العام؟ القناة الأولى دي تربينا عليها الحقيقة. فسعيد جدا بوجودك النهاردة. بص أقولك على حاجة، تخطيط مدينة العالمين ما سابلناش فرصة إن احنا ما نعملش كده. التخطيط متكامل جدا، في أنشطة كبيرة جدا، في مناطق هوت سبوت زي ما بيقولوا، أماكن ممكن يتعمل فيها الفعاليات طول السنة. لسه النهاردة كنا شايفين المعرض، لسه شايفين المناطق الساحلية الكاملة، في معارض كاملة دائمة في المكان. احنا ممكن لسه بقول لعمرو بيه، احنا ممكن نعمل خطة مستقبلية لإتاحة هذه الأنشطة جميع فصول السنة. الحقيقة هنا الجو كمان مختلف عن بقية الأماكن، الحقيقة جو مش ممطر بشكل كبير، ولكنه ممكن يسمح بإقامة هذه الفعاليات. في مهرجانات ممكن تتعمل بالكامل هنا، حتى لو في فترة الشتاء أو فترة الربيع والخريف ممكن الفعالية بالكامل ليها. طبعا احنا المنطقة كمان مزودة بعدد كبير جدا من الغرف الفندقية، فسهل جدا ان احنا نستقدم فيها ناس الزوار، يتعمل فيها نشاط، ممكن يتعمل مهرجان كامل زي ما قلت لسيادتك عن المسرح او الرقص الايقاعي او المسرح التجريبي. في فعاليات كتيرة جدا ممكن تتعمل جوه العالمين، والمنطقة كبنية تحتية ولوجيستيك وايز كمان اعتقد انها ممكن تحتمل جدا تواجد هذه الاماكن. وبرضه هي بامانه شديده هي قريبه جدا من منطقه اسكندريه الدلتا والقاهره كمان، يعني احنا بنتكلم في ساعتين، فالانتقال ليها سهل جدا والوصول ليها سهل. واصبح الحقيقه البنيه التحتيه زي ما قلت لك كده
بتزود عندنا الطموح ان احنا نعمل ده طول السنه. فوزاره الثقافه الحقيقه مش بمانع عن ده خالص، بالعكس هي عامل مساعد جدا وقوه دافعه في هذا الاطار. عمرو موسى قناة سي بي سي، انا سؤال لحضرتك عن قصور الثقافه. قصور الثقافه بتمثل اهميه كبيره في المحافظات المختلفه، بنشوف بناء الانسان وبناء الوعي وتشكيل الوعي. كان في تراجع نسبي لدور قصور الثقافه خلال الفتره اللي فاتت، عايز اعرف استراتيجيه حضرتك لاعاده الحيويه لقصور الثقافه خاصه مع التوجيهات الرئاسيه ببناء الانسان والتنسيق المشترك بين الوزارات المختلفه في هذا المجال. شكرا. شوف قصور الثقافه من الهيئات الحقيقه موجوده على الارض في جوه مصر، وده لا يتسنى لعدد كبير جدا من الهيئات او القطاعات اللي موجوده جوه الدوله انها تبقى موجوده منتشره بهذا الكم الكثيف جدا. يعني تقريبا بنتكلم في 580 قصر ثقافه وبيت ثقافه منتشرين في محافظات مصر كلها. الحقيقه ان دي قوه دافعه كبيره جدا، لكن هي المشكله فيها الاساسيه في عمليه التنسيق ما بينها وبين بعضيها. هي متقسمه لاقاليم وقطاعات، ودي حاجه محتاجين اعاده نظر تاني ليها. محتاجين كل قصر ثقافه تقريبا ياخد استقلاليه معينه بحيث ان هو يقوم بنشاط فني او نشاط ثقافي مستقل عن القصر اللي جنبه، وبالتالي بيكون له مردود افضل بكتير جدا على النشاط جوه هذا القصر. دي نقطه تانيه خالص. لكن الاساس في القصر الثقافه كمان عمليه التوعيه بان الناس، احنا بالفعل في انشطه لكن هي مش ملموسه على الارض، وده الحقيقة محتاج مننا كمان تطوير في المنتج نفسه المقدم جوه قصر الثقافة. يعني يكون بيه درجة من الجاذبية المعينة انه يرجع تاني، يكون قادر على جذب المتلقي عنده انه يرجع تاني لقصر الثقافة. قصور الثقافة الحقيقة خليني اكون واقعي معاك جدا، مش هيتسنى ليها لوحدها انها تقوم بنفسها، لكن احنا بدأنا نعمل خطة في التعاون مع وزارة الاتصالات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، التعليم العالي، الشباب والرياضة كمان، بحيث ان هي نبتدي نعمل زي تعاون بيني ما بيننا وبين بعضينا عشان نقوم القصور ديت كمان مع بعضينا، خصوصا حاجة زي الشباب والرياضة كمثال. احنا عندنا شباب الرياضة عندهم مراكز شباب كتير جدا موجودين في نفس المكان اللي فيه قصور الثقافة، فممكن التعاون البيني منهم يرفع جدا الكفاءة بتاعت القصر وفي نفس الوقت المركز الشباب. عندنا جامعات إقليمية موجود فيها قصور الثقافة ديت، وعندها مكاتب كبيرة جدا لعملية التوعية وعملية الخدمات التدريبية للعاملين. فاحنا بنفكر كمان جديا ان تكون جزء من عملية التطوير، تطوير الكفاءة البشرية نفسها اللي جوه قصور الثقافة. فهي الحقيقة هيتسنى ليها التطوير بمحورين أساسيين، البنية البشرية نفسها او الكفاءة البشرية والبنية التحتية لقصر الثقافة. عندنا طموح كبير جدا ان ده بإذن الله هيحصل طفرة في القريب العاجل، لكن محتاجة طبعا صبر، محتاجة استراتيجية، محتاجة تفكير غير نمطي للخروج بأصول الثقافة ديت عشان تدي دورها التنويري تاني في هذه المناطق.